الرجولة يعني دايما بنقول قلب الشجاع أكرم توفيق، رجل المباراة ورجل مباريات كتير جدا. أكرم توفيق اللي عمل احتفال مهم جدا وقال للجمهور أنا لما بقع أنتوا اللي بتوقفوني. أكرم مليون مبروك، مليون مبروك على رجولتك وعلى جدعنتك، مليون مبروك على كل يعني حبة عرق أنت بتتعب فيها عشان تفرح الجمهور العظيم ده. أكرم حبيبي يا رؤى، ما تحرمش منك، شكرا على الكلام الجميل ده. الجمهور مهما اتكلمنا عنه والله مش كلام مش هنوفيه حقه، يعني النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه بيموت نفسه عشان خاطرنا. تحس ان هم بصوتهم ده الواحد مهما تعب في الملعب برضه الطاقه بتتجدد له تاني عشان خاطر ما ينفعش الناس دي تروح زعلانه، والحمد لله ان احنا قدرنا نفرحهم. يعني اكرم البطوله دي كانت صعبه، وعلى المستوى الشخصي انت خلينا اتكلم بقى واخد راحتي. اكرم جه من بعيد واثبت انه لعيب كبير، واحنا كلنا عارفين ان اكرم لعيب كبير. لا هو مش مسألة أكرم لعيب كبير أو صغير، هي الفكرة إن الواحد بيتعب وبيسيبها على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كلل تعب الواحد، ويعني تعبت أنا في سنتين من إصابة ومن تعب في التمرين وعايز أرجع تاني، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى إداها لي يعني في الوقت اللي أنا نفسي ما كنتش مصدقها يعني، فالحمد لله. أكرم على الطيارة في رحلة من الرحلات قلت لك الخير جاي، وأنت قلت لي أنا عندي أمل كبير جدا في ربنا، ورجعت للحته اللي انت بتحبها خط النص. اكرم بص انا اقول لك على حاجه، هي الاول في الاول وفي الاخر برضو هي بتاعت ربنا. انا عايز اقول لك على حاجه، كنت مركز انا في الباك رايت تمام، يمكن دماغي ما كانتش شغاله بس الراجل كان شايف حاجه تانية وطلعت في الاخر يعني الحمد لله هو عنده حق فيها. لما ركزت في نص الملعب الدنيا الحمد لله اختلفت، طبعا بمساعده اللعيبه الكبار اللي جنبي ايا كان، كلهم لعيبه كبار والحمد لله، يعني مزيد من البطولات ومش هتبقى اخر بطوله. يعني الجمهور هو بيصنفكم كجيل تاريخي، مش هقول يعني من الاجيال التاريخيه في تاريخ افريقيا، لا في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا، الناس بتتكلم على جيل ابو تريكه، انتوا اصبحتوا جيل من اهم الاجيال التاريخيه في تاريخ الكره الافريقيه. بص انا اقول لك على حاجه، انت كده هتزنقني وانا مش عارف ارد، بس هم جيل كانوا بيموتوا نفسهم وكان عندهم انكار ذات، لما احنا بقينا فينا الحته دي قدرنا ان احنا مش هقول لك نعديهم والحاجات دي لا، بس في الاخر اتعبنا في الملعب وربنا سبحانه وتعالى كلل تعبنا في الاخر. واتمنى كده ان شاء الله ان كلنا نبقى عندنا انكار ذات في الايام اللي جايه. انت عارف بعد البطوله الافريقيه مثلا تيجي بعدها بماتش لو الدنيا مش احسن حاجه النادي عايز دايما تكسب والناس كلها بتقدر ده وكل حاجه، بس انت في نادي بطولات ونادي يستحق انك تموت نفسك عشانه وعشان خاطر جمهوره. وببارك لوالدتي كانت في الحج ودعت لي واخواتي ويا رب. كلمته النهارده ولا ما كلمتوش؟ هو كلمني والله بس انا ما سمعتوش، بس هو قلب ابوه يعني قلب ابوه. ربنا يحفظه لك، واحنا مستنيين منك الاحتفال الشهير يا اكرم. شوف حب كريم فؤاد هي ما شاء الله فين؟ هو ما تعالى تعالى كده. بس زي ما قلت لك الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الناس وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. اكرم بتحلم بايه؟ مش عارف والله بجد مش عارف. كاس عالم انديه في امريكا هقول لك على حاجه. كل واحد بيبقى جواه حلم فبيسعى ليه ايا كان بقى الظروف اللي بيقابلها، بس هي سيبها على الله، اعمل اللي عليك وسيبها على الله وخلي عندك هدف وان شاء الله توصل له. مهما وقعت هتقوم تاني، ده اللي انا اتعلمته في الاصابتين. ممكن الناس ما كانتش عاجبه يعني اكرم ما كانش احسن حاجه بالنسبه للناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى له اراء تانية ايا كان الناس اللي بتتكلم او تقول او تعيد. يا جماعه هو يوم ليك ويوم عليك، زي اي واحد بيغلط واي واحد بيرجع تاني يبقى كويس، بس اهم حاجه تفضل تسعى وتسيبها لله. ربنا يكرمك ويخلي كل الايام ليك يا اكرم حبيبي. ربنا يخليك يا رؤى.